الحمد لله، يا رب يكون كده. الحمد لله على المكسب. بلعب فريق كبير جدا، مدرب كبير جدا كابتن تامر. بداية مهمة جدا بالنسبة لنا ان احنا بعد التوقف، يعني اخر 3 مباريات كنا بنعاني بشكل كبير جدا من النتائج ومن تركيزنا احنا كلاعبين. الحمد لله النهارده على ملعبنا، بتمنى ان احنا دي تبقى بدايه لشخصيه جديده على ملعبنا، يعني لان دي نقطه مهمه جدا جدا دايما بتكلم فيها مع اللعيبه. ببارك لهم الحمد لله النهارده اتكلمنا على ان في ماتشات بتتكسب وفي ماتشات بتتلعب. ماتش النهارده ماتش مكسب بالنسبه لنا، ودي كانت بالنسبه لنا نقطه مهمه. دايما بتكلم معاهم ان احنا مش عايزهم يلعبوا تحت ضغط الجدول. بتمنى تجميع النقاط عشان النقطه دي هتفرق معانا احنا شخصيا مع اللعيبه اللي موجوده. يمكن اللعيبه الجديده اللي دخلت انا بشكرهم النهارده، كلهم ما شاركوش مع انديتهم خالص، فتجهيزهم كان صعب جدا. دخول عبد الله معانا برضو نفس الموضوع، لعيبه كانت موجوده في المنتخب. حسام النهارده الصبح ما كانش هيشارك عشان عنده برد. ايمانويل بقاله كتير ما بيلعبش، فحاجات كتيره جدا احنا بنمر بيها. لكن انا واثق جدا في اللعيبه دي، واثق في رجولتهم، واثق في شخصيتهم، وده دايما بقوله. بتمنى تكون بدايه مكسب وبدايه خير لينا ان شاء الله في اللي جاي. اخطاء التمركز والاخطاء الدفاعيه واللي خسرت فريق البلديه الفتره اللي فاتت يعني نقاط كتيره جدا، اعتقد النهارده اتعالجت بنسبه كبيره جدا تفوق ال 90%، وده اللي اشتغل عليه الكابتن احمد عبد الرؤوف خلال الطاقم. طيب، في ناس كتير جدا بتكلم على فكره ان احنا بيبقى عندنا مشاكل خصوصا في البنى. احنا نادي البلديه داخل فيه 18 هدف، 13 جون ثوابت ممكن الناس تراجعهم، داخل فينا جون وحيد في الرابطه من الخروج بالكوره. موضوع التمركز، احنا النهارده في الدوري لو احنا داخل 18 جول زي ما الناس بتتكلم، شوف كل الفرق وعدد الاهداف اللي بتدخل فيهم. احنا عندنا يعني مشاكل كتيره جدا لها علاقه بتاسيسنا احنا كلعيبه، فاحنا بنشتغل عليها وانا عندي صبر على ده، يعني ما عنديش مشكله في ده خالص، وعمري ما هضغط على لعيبتي في النقطه دي خالص. ففي النهايه علاج المشاكل او الاخطاء مشكلتنا احنا كفريق، مش مشكله يعني خط الدفاع بشكل النهارده وقفتهم، وان انت بتشتغل بطريقتين من 4 3 3 ل 5 4 1 علشان خاطر تحافظ على المكسب وتخرج بنط المباراه دي، كانت نقطه بالنسبه لنا مهمه. لكن ان شاء الله مكسب مع مكسب شخصيه الفريق ده هتتحول ان شاء الله. انا بشكرك، ربنا يخليك. اذا مشاهدينا ومشاهدي اون تايم زورس كل مكان، ده كان لقائي مع الكابتن احمد عبد الرؤوف المدير الفني نادي بلديه المحله، الان من استاد غزل المحله لسوي التحليل والزميل العزيز يحيى حمزه. كل الشكر لزميلنا اسامه العقده، واكيد شكر موصول للكابتن احمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي بلديه المحله.